الحق. هؤلاء يعني من الجماعات المتطرفة التي تظهر في المسلمين نتيجة فساد الأوضاع وفساد الحكام، ويظهر هؤلاء كما ظهرت القاعدة من لادن ويحيى الظواهري وأولئك الناس يعني الذين ظهروا. هؤلاء من ضمن هؤلاء يعني جماعة داعش، جماعة يعني الدولة الإسلامية في العراق والشام، يعني معنى داعش يعني داعش الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقالوا أن هذا الشاب يعني كان من الإخوة، يعني من الإخوان، ظهر في أول أمره الإخوان، ولكنه كان يعني يميل إلى القيادة وإلى كذا، وأغراه هؤلاء بعد أن ظل عدة سنوات مسجونا، خرج وانضم إلى هؤلاء. وينضم إليه بعض الشباب، حتى بعض الشباب أعرف من قطر يعني من غير العرب انضموا إليهم، أنهم يعني يقولونهم أنهم تقاتلون في سبيل الله وتقاتلون الكفار ويكفرون المسلمين ويقتلون من أهل الذمة من لا يستحق القتل، وهذه المشكلة الكبرى. فنحن نقاوم هذا الغلو، أن الغلو هذا الذي يضيع المسلمين. ولا معنى أن يقوموا جماعة ويطلبوا الخلافة، الخلافة لا تأتي بهذه الطريقة، إنما تأتي حينما تتجمع مجموعة بلاد إسلامية تحكم بالشريعة وتميل إلى الإسلام وتريد أن يجتمع بعضها مع بعض. وما الإخوان إلا حزب علماني بعباءة إسلامية، بل هم أشر وأخبث العلمانيين، حزب يعبدون الكراسي والبرلمانات، فقد وسعهم الجهاد والموت في سبيل الديمقراطية، ولم يسعهم الجهاد والقتل في سبيل الله. وإن هذا الكفر الذي وقع فيه حزب الإخوان وأوقع الناس فيه هو من جراء طاعة الكفرة من الذين أوتوا الكتاب من أمريكا والغرب.